السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل حل في شيت واحد، وقفنا عند مسألة رقم يو. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مسألة رقم في باسم comparison. بيقول في المسألة given a comparison symbol S، هيدينا علامة مقارنة هو سماها هنا S between two numbers A وال B، وكمان هيديك رقمين بينهم العلامة اللي هي ال S دي، وعايزك توضح له هل العلاقة بين الرقمين right ولا wrong. العلاقات هتكون زي دي كده: ال A أصغر من ال B، أو ال A أكبر من ال B، أو ال A بيساوي ال B. يعني العلاقات بتاعتنا معروفة، وأحسن طريقة لحل الاحتمالات المعروفة دي هي ال switch case. بيقولنا كمان إن ال A وال B integer number من نوع integer، وال S دي بتكون حاجة بتدل على A، يعني زي العلاقة بين الرقمين دول. الـ input بتاعنا الـ a والـ b والـ s، الـ a والـ b هيكونوا بين السالب 100 والـ 100، يعني داخل حدود الـ integer، بس طبعا الـ integer أكبر من ده بكتير، فممكن نعرفهم شورت عادي. والـ s هتكون عبارة عن symbol، طبعا هيبقى من نوع character، يا العلامة الأصغر من أو الأكبر من أو اليساوي. في الـ output عايزنا نـ print right لو العلاقة دي طبعا صح، لو مش صح نطبع كلمة wrong. في الـ examples مثلا عاتلنا 5 أكبر من الأربعة، طبعا العلاقة دي right. التسعة أصغر من الواحد، فطبعا wrong. الأربعة بتساوي الأربعة، فطبعا العلاقة دي صحيحة، فطبعا كلمة right. طيب هنفتح كود بلوكس. أول حاجة هنبدأ بتعريف المتغيرات. عندنا الـ A والـ B حدودهم من سالب 100 ل 100، فمش محتاجين كل الرينج بتاع الانتجر، ممكن نسميهم شورت عادي ال A وال B. كمان عندنا كاركتر مثلا هنسميه C، بعدين هناخدهم من اليوزر بقانون CN A، وبعدين ال C، وبعدين ال B. اتفقنا ان الاحتمالات المعروفة الاحسن ليها انها تتعامل بالسويتش، فهنحلها بالسويتش. نكتب سويتش، وبعدين بين قوسين هنحط الحاجة اللي هنعمل عليها السويتش ده. فاحنا هنعمل سويتش على السي، لأن هو الكاركتر اللي هيتغير في الحالة دي، وبعدين نفتح الكيرل براكت بتاع السويتش. أول حالة عندنا إن المستخدم يدخل في السي مثلا علامة يساوي، فهنقارن الرقمين دول هل بيساووا بعض ولا لأ. هنكتب كيس، وبين سنجل كوت هنحط علامة اليساوي. في الحالة دي عندنا احتمالين: يا إما الرقمين بيساووا بعض، يا إما مش بيساووا بعض. فهنكتب F إن الـ A تساوي الـ B. هنا هيطبع له الـ C out إن العلاقة بتاعته صحيحة، فهنكتب كلمة right نجيبها هنا كده. else فالرقمين مش بيساووا بعض، هيطبع كلمة wrong. وبعدين نعمل break عشان ما ينفذش طبعا بقية الكيسز التانية. طيب دي كانت الكيس الأولى. الكيس التانية إن الرقم الأول مثلا يكون أصغر من الرقم التاني، فهنعمل كيس تانية بين single quote هنحط علامة أصغر من. زي اللي فات بالظبط، ممكن العلاقة دي تكون صحيحة أو يكون العكس، إن الرقم الأول هو أكبر من التاني. هناخد ده كوبي كده هنعمله باست، لكن هنغير ده وهنعملها أصغر من. دلوقتي هو لو المستخدم دخل في السي علامة أصغر من، هيدخل على الإف هنا الـ A أصغر من الـ B. لو العلاقة دي جابت ترو هيطبع له كلمة رايت، لو العلاقة دي جابت فولس هينزل للإلس ويطبع رونج، وبعدين يخرج من البرنامج، لأن احنا هنا كاتبين كلمة بريك. تمام. الحالة التالتة والأخيرة إن المستخدم يدخل إن الـ A أكبر من الـ B، فيدخل علامة أكبر من. فالحالة التالتة إن
السي تبقى بعلامة أكبر من، فهنكتب كيس علامة أكبر من، هنغير هنا العلاقة دي وهنخليها أكبر من. لو المستخدم في الحالة دي دخل السي أكبر من، فهيدخل هنا في الإف، هل الرقم الأول فعلا أكبر من الرقم التاني؟ لو العلاقة دي طبعا ترو فهيطبع له كلمة رايت، لو العلاقة مش ترو هيتنزل للإلس ويطبع له كلمة رونج وبعدين يخرج من البيانات. كده الكود بتاعنا خلص، نجربه. شوف المثال الأول مثلا على الموقع، إن الخمسة أكبر من الأربعة، ناخدها كده كوبي وبعدين نطبع في الكونسول هنا وادالنا رايت. تمام. تاني حاجة نجرب الإكزامبل ده، ادانا رونج. زومبي التاني كان 4 بتساوي 4، ادانا رايت. تمام. هناخد الكود ده كوبي ونعمله سبميت على كود فورسز. في طريقة كمان أسهل بالإف بس، لكن هنعمل أكتر من كونديشن. الحل التاني باستخدام الإف، هنكتب إف. أول حالة عندنا إن الرقمين مثلا زي ما قلنا بيساووا بعض، هنكتب إن السي تساوي تساوي بيساوي، لازم نتأكد إن الرقمين بيساووا بعض، فهنكتب إن الـ A تساوي تساوي الـ B. دي أول حالة عندنا إن الرقمين بيساووا بعض، وهو فعلا المستخدم عاطلنا في السي علامة اليساوي، فهيطبع له هنا سي أوت كده كلمة رايت. طيب تاني شرط عندنا ان الرقم الاول اكبر من الرقم التاني مثلا، فهنعمل ان السي تساوي تساوي سامبل ليه علامة الاكبر من. كمان ال A اكبر من ال B، لو المستخدم هنا ادالنا في السي علامة اكبر من، وفعلا كمان الشرط التاني ده اتحقق ان ال A اكبر من ال B، فخلاص هيطبع رايت. تالت شرط عندنا ان ال A تكون اصغر من ال C، يعني المستخدم هيدينا علامة اصغر من في ال C، فهنعمل ان C تساوي تساوي علامة اصغر من. وكمان لازم يكون ان ال A اصغر من ال B. غير ده المفروض ان الكود ده ما يتنفذش، فهيطبع له كلمة رونج. هنكتب else سي اوت نجرب الكود. 4 أكبر من الواحد رايت، 9 أصغر من الواحد رونج، 4 تساوي 4 رايت. تمام. تمام. الحلين دول طلعوا accepted. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل مسألة رقم W.